السلام عليكم ورحمة الله تعالى، مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على قناتكم فسحة مرة أخرى. هذه الحلقة شنو غادي نسميوها؟ نسميوها جهاز كشف الكذب. وجميع المعارضين للقناة، يعني أتمنى أن تكونوا منصفين مرة أخرى، لأنني يعني كل مرة كنحاول يعني أن أتحرى الدقة ونجيب الدلائل ونقلب عليها ونحطها ونعرض داكشي بالخشيبات ونقلب في أدق التفاصيل وكنوريها، ورغم ذلك كتلقى يعني شي ناس عميت بصيرتهم، ماشي بصائرهم، ماشي أبصارهم، ولكن ما عليناش. المهم، لعلكم يعني ماشي لعلكم، بالتأكيد يعني الجميع ديال المغاربة سمعوا بالخبر ديال هذا الذي أعلنت عنه وزارة المالية، الذي تقول فيه تباعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ناناني، تم إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الصندوق الخاص بتدابير جائحة الفيروس، وذلك من أجل تحمل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، دعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس، الحفاظ على الوظائف والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة. المهم، هذا الشيء كامل تحت عنوان يعني أهم حاجة اهتم بها الإعلام تباعا لتعليمات كذا، وتم تضخيمها ونشرها على أوسع نطاق هذا البلاغ هذا. وشفنا الصفحات العياشية تنشره صاحب الكذا بأوامر منه، كون بلا به يعني يكون بلا ضربها الخلافة. في هذا الإطار بذلت مجهودات مهمة لفائدة قطاع الصحة، وذلك بتوفير مبلغ 2 مليار ديال الدرهم لتأهيل يعني 200 مليار لتأهيل المنظومة الصحية، ويستخدم هذا المبلغ بشكل رئيسي من أجل شراء المعدات الطبية. قال لك حنا ما كنصبروش، وها هما غيشريو. يعني السيمانة اللي فاتت كنا كنهضروا على الصندوق، وبأن ذاك جمع الأموال يعني ما غاديش يمشي للمسائل اللي هي مخصص لها أصلا. فكاين شي وحدين كيقول لك لا كديروا الفتنة، فدابا بغيتكم نتوما اللي كتقولوا أننا كنديروا الفتنة. واش الفتنة أنك تتكلم على هادشي وتفضح بعض المسائل اللي فيها الفساد، ولا الفتنة هي تسكت وتخلي الناس يسرقوا ويكذبوا على عباد الله؟ هما قال لك ان هذا المبلغ غادي يمشي اولا لشراء المعدات الطبيه ومعدات المستشفيات، 1000 سرير للانعاش، 550 جهاز للتنفس، 100 الف عده لاخذ العينات ديال الكشف. هذه المعدات قالوا انهم غيشريوها من كوريا الجنوبيه، وشراء ادويه ومسائل اخرى. المهم، لا علينا، هذا الخبر تم نشره في العديد من الجرائد. وهنا نتفاجأ بأخبار أخرى يعني تكذب البلاغ ديال من؟ هذه وزارة الصحة تكذب بلاغ وزارة المالية، ولكن هم ما قالكش بلاغ، هذاك الشيء راه خرج في إطار واحد البلاغ رسمي ديال وزارة المالية المغربية، هي اللي قالت لك أن 200 مليار غتمشي لكذا وكذا. لا، هو قال لك ان بعض الصحف تتناقل، يعني راه الصحف غير جالسين وبداو تيتناقلوا يعني من داتهم راسهم، في حين ان خرج بلاغ رسمي من وزاره الماليه تقول بان المغرب سيقتني كذا وكذا ما قدره 100 ألف جهاز. فقال اليوبي مدير الاوبئه، نفى مدير مديريه علم الاوبئه ومكافحه الامراض بوزاره الصحه احمد اليوبي اليوم الثلاثاء الاخبار المغلوطه التي تتداولها بعض المواقع الإلكترونية، والتي تزعم أن المغرب اقتنى 100 ألف جهاز كشف. يعني أن الفلوس وزارة المالية كتقول لك خرجات 200 مليار راه مشات، ولكن فين غتمشي؟ راه قال لك ها فين غتمشي هذا كذا وكذا وكذا، ف وداكشي كله تحت اسمي صاحب الجلاله وكذا وكذا. و40 ديال المليون ديال المغاربه هما يعني عملوا جاهدين باش توصلهم المعلومه ان محمد السادس يعني اعطى الاوامر ديالو باش تخرج 200 مليار وتشرى بها الاجهزه. ف دوك الناس اللي يعني كيسينوا اي خبر باش يطبلوا عليه، لا كيقول لك كوني خطينا راه كذا، كوني خطينا راه كذا، وهو مجرد كلام يعني كيلعبوا على الاحاسيس ديال بنادم كيعطيهم المخدرات. في حين ان وزاره الصحه قالت لك لا سيدي، انا هذا الشيء ما كاينش، راه غير الصحف اللي كتهضر، نفى المدير. وقال اليوبي في تصريح لوكاله المغرب العربي للانباء ان الامر مجرد تكهنات، تكهنات، في حين ان الامر موثق بلاغ رسمي نشر على جميع المواقع، غير ان الخبر الاول
غادي يخليوه يوصل يعني 40 مليون مغربي، ولكن الخبر الثاني سيتم تداوله على نطاق صغير باش كتبقى الفئة الكبيرة يعني اللي كتمشي كيديروا لهم داك الخاوية في عمرها وكيصيفطوا بنادم مهرق، راه عند بالهم صافي راه الملك خدام والماكينات كيتشرى والآلات كشف سميتو التحليلات، في حين أننا خصنا آلات كشف الكاذب لهاد الوزراء وهاد محمد السادس يعني والعاملين معهم. في هذا الإطار يعني الخبر تناقلته العديد من الصحف. هنا كنشوفوا هاد الجريدة ديال اليوم 24، وهي اللي كانت قرات فيها أنا الخبر ديال البلاغ الذي نشرته وزارة المالية بأن المغرب سيقتني كذا وكذا. هادو شنو قال لك؟ قال لك هاد الخبر نسب إلى تكهنات ديال شي صحف جرائد ديال كوريا الجنوبية ما لا علاقة له بالمغرب، ودوك الصحف المغربية خضعوا على ديك الجرائد. وقالت المصادر ذاتها إن شركة أوسان قررت توفير 10,000 أداة تشخيصية لفيروس إضافة إلى 100,000 يتم تصديرها إلى المغرب وفق عقد وقعه كل من السفير المغربي في العاصمة سيول شفيق رشادي والمدير التنفيذي للشركة وأرفقت صورة تجمع الاثنين معا. ونسبت الصحف لمسؤول من شركة أوسانج للرعاية الصحفية قوله أن سفير الرباط في كوريا الجنوبية شفيق رشادي زار الشركة أثناء التشاور مع أكثر من 60 دولة حول العالم وتم إبرام العقد بسرعة. يعني هذا الشيء كيقول لك أنه مجرد تكهنات ديال الصحف الذين تناقلوا الصورة ديال السفير المغربي مع مسؤول من الشركة الكورية. يعني هذا الشيء كله ممنوش. وزارة الصحة تنفي اقتناء 100,000 جهاز كشف من كوريا الجنوبية، في حين أن أول بلاغ خرج من هنايا وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الوزير. يلا زيد. يعني هذا بلاغ رسمي من وزارة المالية تقول فيه أن أموالكم أيها المغاربة سيتم رصدها، يعني اللي كتسينوا أن الفلوس تصرف وكتقول لك صبروا علينا وصبروا كدارة لابد من الإجراءات، فتم صرف الأموال، في حين أن مدير الأوبئة في وزارة الصحة سيقول لكم هاد المسائل ما كيناش. ولكن هذا الشيء كله غادي يتنسى، وبزاف د المغاربة غيعقلوا على حاجة واحدة، محمد السادس صاحب الجلالة هو الذي يعني يقف وقفة رجل واحد، وهو اللي جبد من جيبه ومشى شرى 100,000 آلة لكشف الفيروس، وكتبقى هاد لا فيرسيون تتداولها الألسن يعني أكثر من هاد الفيرسيون ديال أن مدير الأوبئة نفى هاد الصفقة تماما وأنها ما كايناش. وفي إطار المزيد من الشفافية، لأنني أعلم أن رغم هذه التوضيحات كاملة وجبت البلاغ وجبت الخبر الأول والخبر المنافي، غتلقى واحد الناس دائما كتكون واحد الشريحة يعني شحال ما وريتيها من الدلائل الأدمغة ديالها مبرمجة على يعني عاش الملك بأي ثمن وأنتم الخونة. واحد خينا يعني بغيت نوجه له التحية كيقول لك ما عقلتش على سميتو، مي كنشوفو في جميع الفيديوهات ما كيحملنيش وما كيحملش الفيديوهات ديالي، ويردد للناس أنني شيعي يعني المفلس، يعني كتلقاه كيتفرج فيك وكيعايرك وما حملكش، ولكن يكفيني يعني أنك ما كتحملنيش وكتاخد من وقتك في جميع الفيديوهات ديالي وكتفرج في الفيديو كامل وكتسبني وكتجاوب على التعليقات التي تساندني محاولا أن ترد على يعني هزيمتك بأنني شيعي. علاش هضرت على هذا بالضبط؟ لأنه يعني ما كيفوت حتى شي منشور ما كتلقاش كيعلق عليه. فربما الإخوان اللي متابعين القناة يعني كتلقاو في جميع الفيديوهات راه كيعرفوه جيدا. قلنا في إطار الشفافية ها هو الخبر الذي تناقلته العديد من الصحف عن البلاغ الوزاري، ولكن الطريقة باش نقلته يبدو أن المغرب استفادة من الخطأ الذي وقعت فيه مجموعة من الدول الأوروبية. هذا في إطار أش في إطار الاستثناء، وأن المغرب ما كيطيحش في أخطاء الخطوات الاستباقية التي يقوم بها واحد الخطاب ديال التنويم المغناطيسي التي اقتنت أجهزة للكشف عن الفيروس من جمهورية الصين الشعبية قبل أن تتفاجأ هذه الدول بأن هذه أجهزة غير صالحة
أو في أحسن الأحوال مصداقية نتائجها في الكشف غير صالحة، واختار المغرب الابتعاد عن السوق الصينية. يعني المغرب ما بغاش يدير بحال الناس اللي غلطوا الأوروبيين وشراو من عند الشينوا، فهو دار استباقية ومشى لعند كوريا وشرى الأجهزة من عند العملاق الصيني من عند العملاق الكوري الآسيوي لاقتناء 100,000 جهاز. يعني فهذه الأخبار، يعني الأخبار تلقاها ديال الاقتناء والأخبار ديال البلاغ ديال وزارة المالية غتلقاها منشورة على أوسع نطاق، في حين غتلقاها الأخبار ديال النفي يعني المغرب اقتناء هذه الأجهزة منشورة على نطاق ضيق. وهذا الشيء يعني كيكون معروف بواحد السياسة ديال تمويه الغالبية وديال يعني باش كيجروا القطيع معهم كي يصدقوا أخبارهم الزائفة. فبالله عليكم يعني واش هذه وزارة اللي وزارة كتقول لك نعم شرينا، وزارة كتقول لك لا ما شريناش، محمد السادس كيقول لك بأوامري، وبالرغم أنه ما كنشوفوهش وما عارفينوش واش كاين ولا ما كاينش، وجميع الأخبار التي تريدنا أنه خارج أرض الوطن يعني، والديوان الملكي لا يريد أن يؤكد يعني بل يلتزم الصمت. والناس من كيلتزم هاد الناس الصمت عرف بأن هناك خلل ما. إذا كانت هذه يعني حلقة من حلقات جهاز كشف الكاذب اللي أخضعنا له وزارة المالية مع وزارة الصحة مع محمد السادس الذي تبنى القضية ورسم صورة للشعب المغربي أنه سوبرمان لما كنشوفوه. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. ها هما الأخبار في جرائد أخرى، المغربي يقتني 100,000 جهاز، المغربي يقتني 100,000 جهاز، يعني ها هي المغربي يقتني 100,000 جهاز، نفس الخبر في العديد من الجرائد. يعني اللي بغى يتأكد راه يعني بضغطة زر على جوجل. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم.